بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله without any further ado, I will request Sheikh Hassan to inshallah start with our program with the Quran recitation. And everybody is requested to, you know, listen very quietly and attentively. You know, when the recitation of, especially kids, when the recitation of Quran is going on, nobody should be talking. Everybody should be listening it very, very attentively. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله غفور شكور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق والحق مصدقا لما بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضعها
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير شيخ.